أحرز نيويورك جاينتس لقب بطل دوري كرة القدم الأمريكية بعد فوزه في نهائي السوبر بول على نيو إنجلاند بيتريوتس 21-17 على ملعب لوكاس أويل ستاديوم في إنديانا بوليس. أعلن في هذا اليوم عن التفاحة الكبيرة، التفاحة الكبيرة الزرقاء، وإن كانت لديك أي مشكلة يمكنك التوجه إلى هذا الرجل العظيم مايكل ستراهام. وهذا اللقب الرابع لنيويورك جاينتس الذي توج سابقا أعوام 1986 و1990 و2007، وهو يدين به إلى إيلي مانينغ وأحمد براتشو اللذين قاداه للفوز في الثواني الأخيرة من المواجهة، وإلى دفاعه الذي نجح في اعتراض نجم بيتريوتس توم بريدي في الوقت الحاسم ليحرم فريق الأخير من إحراز لقبه الرابع بعدما توج بطلا أعوام 2001 و2003 و2004.